أنتم دائما برفقة إذاعة الشرق من بيروت، نواصل تقديم الشرق اليوم. وفي الحدث الثقافي تؤدي مراكز الفكر والأبحاث والدراسات دورا محوريا في صناعة القرار حول العالم وتحقيق فهم معمق للقضايا الإقليمية والدولية للتأثير على رسم السياسات المستقبلية وتوليد الأفكار ومراقبة السياسة العامة وتوفير الموارد الفكرية والبشرية، وبالتالي الارتقاء بالفكر الإنساني والوعي الجماعي للشعوب في سبيل فهم أعمق للحياة والإنسان، بالإضافة إلى دورها في تقديم حلول لمسائل اقتصادية واجتماعية وسياسية حرجة. كيف تواكب مراكز الأبحاث العربية هذه التحديات؟ نسأل ضيفنا الباحث والكاتب السعودي المتخصص في إدارة وتطوير العمل الثقافي والإعلامي وتخطيط وإنشاء وإدارة المؤسسات الوقفية، عضو ورئيس اللجنة العليا لتنظيم معرض الرياض الدولي للكتاب، وعضو الجمعية التاريخية السعودية والخليجية، وعضو ونائب رئيس هيئة تحرير موسوعة جدة المعرفية، والكاتب في العديد من الصحف الوطنية والعربية، وحاليا في صحيفة مكة الورقية، كما شارك في برامج تلفزيونية وإذاعية في محطات المملكة. ضيفنا مدير البرنامج الثقافي في مركز الخليج للأبحاث الدكتور زيد الفضيل. دكتور زيد الفضيل، أهلا وسهلا، صباح الخير، تحياتنا ونرحب بك في إذاعة الشرق في بيروت. أهلا وسهلا ومرحبا، ونهارك سعيد وصباحك بخير بإذن الله. أهلا وسهلا عليكم في لبنان وعلينا في السعودية وفي كل مكان في أرجاء وطننا العربي. حياك الله دكتور زيد، أهلا وسهلا، نحن سعيدون جدا بلقائنا معك اليوم على أن يتكرر بالطبع في المستقبل القريب. الموضوع في الحقيقة هو موضوع كبير وشائك وشائق كما نقول، هو موضوع المراكز، مراكز الأبحاث والدراسات في العالم العربي. قبل أن نتحدث عن المركز المهم، مركز الخليج للأبحاث، دكتور دعنا نلقي نظرة عامة على هذه المراكز في العالم العربي، ودعني أسألك في البداية، تواجه المجتمعات العربية تحديا في هذا المجال، في مجال صناعة الأفكار، حيث من الممكن تسييس صناعة الأفكار من قبل صناع القرار، أين هو اليوم دور مراكز الأبحاث العربية، وهل تجد أنها تؤدي حقا هذا الدور؟ ونحن نعرف أن لديك رأيا مهما في هذا الإطار. صحيح، واقع الحال في ماجدة نحن نعرف أن مراكز الأفكار في العالم العربي غير فاعلة على الصعيد الرسمي، وأقول هذا للأسف، يعني أن مراكز الأبحاث يجب أن تكون هي الفاعلة، وأن الباحثين يجب أن يكونوا أن يكون لهم دور في صناعة القرار، بحكم أن صناعة القرار لا يمكن أن تكون ضمن منظومة فردية، يجب أن تكون ضمن منظومة مؤسسية تبتدئ من مراكز الأفكار. تمام. ومراكز الأفكار يبتدئ صناعتها من الجامعة، من الأبحاث الجامعية على أقل تقدير. الجامعات لا تقوم بدورها في هذا الباب، الأقسام لا تقوم بدورها في هذا الباب، ولذلك يعني تركزت الدراسة في الجامعة بشكل أو بآخر حول التعليم، وفقدت خاصية البحث المعمق في كثير من المجالات التي يمكن أن ترفض بعد ذلك الجهات المتخصصة بما تشاء في كل التخصصات أنا أتكلم. صحيح. وبالتالي نحن عندنا إشكال في المخزن الذي يمكن أن يزود مراكز الأبحاث بعد ذلك بالأفكار وبالأبحاث، نقطة الانطلاق المحورية تكون في الجامعات وفي المراكز التربوية. نعم، هذه نقطة رئيسية. نعم. الأمر الثاني، لا يوجد لدينا لدى صناع القرار، أنا أتكلم في العالم العربي إجمالا، لا يوجد لدينا إيمان بأهمية دور مراكز الأبحاث. الأمر الثالث، هناك مراكز أبحاث وضعت كغطاء بعض الأحيان لأشياء أخرى، وهناك مراكز أبحاث أسست وهي ليست مستقلة وإنما تابعة لجهات حكومية، وهناك مراكز أبحاث لا تقوم بدورها الذي يجب، وإنما هي تريد فقط أن تكون عنوان لأهداف أخرى. ولهذا مراكز الأبحاث في العالم العربي إلا ما رحم، يعني هناك عدد من المراكز المهمة في واقع الحال، لكن أنا أتكلم بشكل عام، أنا أتكلم عن مسح عام من البحر إلى البحر كما يقال، من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي. صحيح. بالتالي نحن نحتاج اليوم إلى إعادة تجويد مراكز الأبحاث من أجل أن تكون حاضرة في المشهد بالشكل الذي يجب، ويحتاج كذلك أن يدرك صناع القرار من البحر إلى البحر بأهمية تجويد وأهمية تمتين
مراكز الأبحاث حتى تستطيع أن تقدم لهم الدراسات حتى التي يجب أن يكونوا، سواء كانت في الشان الاقتصادي، في الشان السياسي، في الشان العسكري، في الشان الاجتماعي، في الشان الثقافي، في مختلف شؤون الحياة. يجب أن تبنى هذه القرارات وفقا بعد ذلك لدراسات تقوم بها مراكز دراسات وفق الآلية، وفق المنهج، وفق المعايير المتفق عليها. هل هذا موجود في العالم العربي؟ أستطيع أن أقول لا، يعني ليس الأسف. فاعلاً بشكل كبير، مع ليس الأسف فاعلاً. صحيح. إلا من رحم كما يقال. نعم، هناك قيود، يعني كما تفضلت تعيق هذه المراكز، مراكز الأفكار والأبحاث دكتور زيد، ولكن يعني دعني أسألك عن البيئات السياسية، إلى أي مدى تؤثر هذه البيئات على المساحات الكافية إذا جاز القول للتفكير المستقل، بالإضافة إلى القواعد السياسية التي تحد من تأثيرها في عملية صناعة السياسات؟ ما في شك أن هذا له دور كبير. يعني أنا أتكلم عن بعض الدول العربية التي توجد فيها مراكز دراسات متعددة، يعني سواء في بلاد الشام جملة أو في مصر أو في غيرها، نجد أن بعض هذه المراكز الدراسات تتجه لخدمة مصالح أحزاب معينة أو مصالح اتجاهات سياسية معينة أو مصالح دول خلف هذه الاتجاهات السياسية، سواء كانت في الإسلام السياسي أو في التيارات القومية. هذا يفقد بعد ذلك مركز الدراسات ومركز الأبحاث استقلاليته، يفقده منهجيته، لأنه قد جند نفسه لخدمة هذا المشروع السياسي أيا كان، سواء نتفق أو نختلف معهم، لكن طالما وأنه قد جلد نفسه لخدمة هذا المشروع السياسي والدولة التي خلف هذا المشروع السياسي، وبالتالي قد فقد حياديته في هذا الباب. فما يمكن أن يصدر منه قراءة ودراسة محايدة ومنهجية في 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 باب الدراسات والأبحاث. نعم، النقص في المهارات دكتور زيد الفضيل، يعني كيف ترى هذا الأمر الذي يمكن أن يؤثر بالطبع في جودة الأبحاث وكل ذلك؟ لدينا نقص كبير في المهارات في هذا الإطار. طبعا، يعني للأسف الشديد مثل ما ذكرت لك أنه بعض الأحيان هناك آلية وهناك خطوات يجب أن تكتب فيها الدراسة، والدارس يجب أن يحيد أيديولوجيته، يجب أن يحيد عقيدته، يجب أن يحيد هواه السياسي عندما يحاول أن يقرأ النازلة السياسية أو عندما يقرأ النازلة الاقتصادية أو أي نازلة من النوازل التي يريد أن يبحث فيها. مشكلتنا أن كثير من الدراسات يختلط فيها الشخصي بالرسمي، يختلط فيها بعد ذلك الأيديولوجيا التي ينطلق منها هذا الباحث بالنظرة إزاء هذا الأمر الذي هو يتحدث عنه أو يبحث فيه، وبالتالي لا تخرج لدينا دراسات حقيقية، تخرج لدينا دراسات موجهة. ولهذا دائما أقول بأن الذي يحكم أي دراسة ناجحة من عدمها هو المعلومة الصحيحة. تمام. نحن دائما نقول، وكتبت هذا في أكثر من مقال، المعلومة الصحيحة تؤدي إلى قراءة صحيحة ينتج عنها قرار صحيح. المعلومة الخاطئة تؤدي إلى قراءة خاطئة ينتج عنها قرار خاطئ. وأنا ما أقصد بالمعلومة أي المعلومة مجردة، بعيدا عن النظرة العاطفية، بعيدا عن النظرة الأيديولوجية، بعيدا عن النظرة الحزبية، النظرة السياسية. أنا أتعامل مع المعلومة كما هي معلومة مجردة، مادة بحث بشكل مادي بحث وليس بهول. أنا إن استطعت أن أصل إلى هذه المرحلة، أنا سأصل بعد ذلك إلى معلومة دقيقة أستطيع أن أكتشفها وأن أخرجها، وأستطيع بعد ذلك أن أحللها، وأن أخرج بعد ذلك بالنتائج التي يمكن أن تبني للمرحلة المتوسطة والمرحلة البعيدة بعد ذلك. نعم، وإلى أي مدى أيضا، يعني بناء على ما تفضلت به دكتور زيد، يعني الخلط بهذه الوظائف للمراكز، مراكز الفكر في العالم العربي، يعني بين المراكز الإيديولوجية والمتخصصة والعملية، هذا أيضا يؤدي إلى هذا التخبط في أعطائها هذا الوهج الذي المنتظر منها؟ نعم صحيح، ولذلك نحن نريد من هذه المراكز التي تنشأ سواء في مختلف أنحاء العالم العربي إلى أن تتحرر من العاطفة التي يمكن أن تطلق منها، وأن تكون محايدة كلي، وأن تقرأ النازلة بعيدا عن الارتهان خيارات حزبية أو خيارات سياسية أو الارتهان لمصالح دول بعد ذلك تحركها وتريد أن تصدر هذه الدراسة من عدمها. أنا ما أستطيع أن أحيد الناس في كل الأحوال، يعني في النهاية الناس يملكون عاطفة، لكن أنا ولا يمكن أن يكونوا روبوتات آلية في يوم من الأيام، لكن ليعمل الباحث
على أن يكون متجردا. التجرد مهم، التجرد بالنسبة الإنسانية أنا أتكلم مهم جدا، حتى يستطيع أن يحقق الغاية التي من أجله، ويشتغل في مركز دراسات ومركز أبحاث، ويجب أن يقدم المعلومة كما هي، يجب أن يقدم الدراسة كما هي. إن أراد أن يأخذ بها الذي استشاره أو الذي طلب منه الدراسة كان بها، وإن لم يرد لكن لا يزيف هذه الدراسة، لا يصنع له دراسة بحسب رغباته أو بحسب هواه، لا يصنع له توجه، لا يصنع له خطوات في التوجه، وأنا أتكلم في الشأن السياسي على وجه الخصوص، بما يتوافق مع رغباته هو. كذلك الحال في الشأن الثقافي، كذلك الحال في الشأن الاقتصادي، يجب أن تكون دراسة اقتصادية محايدة وتعكس الواقع الاقتصادي كما هو، وتعبر عن الإمكانات التي يجب أن تكون، لا أن تكون دراسة اقتصادية تخدم شركة من الشركات مثلا، أو تخدم قطاع من قطاعات الأعمال بالدرجة الرئيسية. هذا الأمر لا تخدم المجتمعات ولا يخدم الدول بعد ذلك. ولهذا لدينا إشكال في مراكز الدراسات، ليست حاضرة في المشهد الدولي بشكل كبير، ومراكز الدراسات التي هي حاضرة في المشهد الدولي هي المراكز الدراسات الغربية بوجه خاص وغيرها من مراكز الدراسات. نحن خارج المشهد على كثرة الباحثين، على كثرة بين قوسين أو بين مزدوجين الأكاديميين، وإن كان مراكز الأبحاث لا تعتمد على الأكاديميين بالدرجة الرئيسية، لكن على كثرة هؤلاء في العالم العربي، لكن لم نستطع أن نستشرف المستقبل، لم نستطع أن نقدم خارطة طريق حقيقية وخارطة طريق عملية، سواء في الشأن الاقتصادي، في الشأن الثقافي، في الشأن الاجتماعي، في مختلف الشؤون بما فيها الشأن السياسي، لواقعنا العربي خلال المدة قصيرة يعني المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى. نعم، يعني يتغلب الكمية على النوعية مع الأسف الشديد، وهذا يعني ما لا يجوز بتاتا في هذا النوع من المراكز. ماذا نحتاج دكتور، يعني هيك بشكل سريع لكي نختم هذا المحور، نحتاج اليوم في العالم العربي لكي نواكب إلى حد ما، لا أقول يعني طبعا لا نقارن هنا بمراكز الدراسات الكبرى في العالم، يعني من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، معهد الاتحاد الأوروبي للبحوث الأمنية، كارنيجي للسلام الدولي، بروكينجز، يعني هناك يعني أعداد مهمة جدا، يعني بحسب الدراسة أجرتها جامعة فيلادلفيا في العام 2018 هناك 8248 مؤسسة فكرية حول العالم، وهناك ثلث الإجمالي العالمي لعدد المؤسسات الفكرية في الولايات المتحدة الأمريكية. العالم العربي اليوم ماذا يحتاج لكي نقترب إلى حد ما من أهمية هذه المراكز العالمية؟ نحتاج عدة أشياء. أولا إيمان صانع القرار بأهمية مراكز الدراسات. الأمر الثاني تكثيف الدعم المالي لمراكز الدراسات، لأن مراكز الدراسات لا تملك اليوم أي دعم مالي حقيقي، والدراسات تحتاج إلى 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 مال حتى تستطيع أن تدرج. في النهاية هؤلاء باحثين، وهناك مصادر وهناك معلومات، فنحن نحتاج إلى أن يؤمن صانع القرار في العالم العربي بأهمية مراكز الدراسات هذا أولا، ثم يهتم بإعطائهم الدعم المالي الذي يكفيهم ولا يكون قاصرا عليهم. والأمر الثالث الاستقلالية، مهم جدا لمراكز الدراسات أن تكون لديها الحرية الكاملة في أن تطرح رأيها كما هو. صديقك من صدقك لا من صدقك، هذا مثل عربي، وبالتالي صديقنا هنا هي مراكز الدراسات، يجب أن تحظى بالاستقلالية بعد ذلك. رابعا لا شك أن مراكز الدراسات في الآلية يجب أن تحرص على الكفاءات العلمية الحقيقية، وأن تكون لديها المناهج والمعايير العلمية التي من خلالها تقوم بالعديد من الدراسات التي تخدم بعد ذلك مجتمعاتها ودولها. ننتقل دكتور زيد الفضيل إلى مركز الخليج للأبحاث، اللي حضرتك تدير البرنامج الثقافي في هذا المركز، الذي يقدم يعني جدية ورصانة وعلمية في طرح المواضيع والأفكار، وتقديمها لديكم العديد من ليس فقط الأنشطة بالطبع، ولكن أيضا الإصدارات والفعاليات والطاولات المستديرة، الأوراق الثقافية، المختبر أيضا الذي ستخبرنا عنه. كيف تقيم اليوم أو تقرأ هيك بنظرة محايدة أعمال مركز الخليج للأبحاث؟ بهذه النظرة السابقة التي أنا تحدثت بها معك حول أهمية مراكز الدراسات وحول الآلية التي يجب أن تنطلق فيها مراكز الدراسات، نحن أيضا في مركز الخليج أزعم أننا يعني نريد أن نطبق هذا الكلام الذي نحن نقوله على واقعنا. ولهذا
مركز الخليج للأبحاث هو مركز يحرص دائما على أن يكون مستقلا، يحرص دائما على أن يكون بعيدا عن العاطفة وعن الأهواء وعن الحزبية، ويحرص دائما على أن يقدم الدراسة الأمثل التي تفيد المجتمعات وتفيد الدول وتفيد صانع القرار بالدرجة الرئيسية. مركز الخليج للأبحاث اليوم يحتفي بوجوده على الساحة العربية والدولية في السنة 24، هو تأسس في سنة 2000 وتأسس في جنيف وفي دبي، والآن هو في المملكة العربية السعودية من أكثر من 10 سنوات، من أكثر يعني من عام 2006-2007 أصبح في المملكة العربية السعودية، لديه فرع رئيسي في مدينة جدة التي أحدثت منها، وفرع رئيسي في مدينة الرياض، ولديه مركز رئيسي في جنيف وهو فاونديشن، ونحن شركاء لجامعة كامبريدج، وجامعة كامبريدج تعرف عراقتها، لا يمكن أن تقبل شراكة إلا إذا كان مركزاً تؤمن باستقلاليته وتؤمن بحياديته وتؤمن بمنهجيته. بل أزيدك من الشعر بيت كما يقال، أننا لدينا ملتقى اسمه ملتقى الخليج للأبحاث، عقد في جولاي هذه السنة للمرة 14، ويعقد هذا الملتقى في رواق جامعة كامبريدج وبرعاية جامعة كامبريدج وبحضور جامعة كامبريدج، وهو ملتقى دولي كبير يحضره مئات من الباحثين والباحثات، وتقدم فيه العشرات من الأوراق العلمية في مختلف القطاعات، القطاع السياسي، القطاع الثقافي، القطاع الاقتصادي وغيرها من القطاعات التي تتبناها مركز الخليج. مركز الخليج فيه عدد من البرامج، أحدها البرنامج الثقافي، وهو برنامج تأسس من عدة سنوات، لكن البرنامج الرئيسي فيه هو البرنامج السياسي والبرنامج الاقتصادي والبرنامج البيئة والطاقة والتعليم إلى آخره. البرنامج الثقافي تأسس في عام 2021 بشكل رسمي بشكل منفصل، وكان حاضر في المشهد ولكن لم يكن مستقلا. وعندما أسس البرنامج الثقافي أراد الدكتور عبد العزيز مصقر، وهو رئيس ومؤسس مركز الخليج للأبحاث، أن تكون الحالة الثقافية ضمن المشهد، الحالة الثقافية بمفهومها الشمولي وليس بمفهومها الخاص، الحالة الثقافية بوعيها كذلك السياسي ووعيها الاقتصادي، الثقافة تتقاطع مع كل هذه الأشياء، ونحن اليوم حتى نتحدث عن اقتصاد المعرفة في الجانب الاقتصادي في هذا الدار. وبالتالي أسسنا البرنامج الثقافي، وهذا البرنامج الثقافي أسسنا فيه عدد من المسارات. المسار الأول الذي نفتخر فيه وهو مسار مختبر الحوار الثقافي الخليجي. هذا المختبر قدمنا فيه عدد في سنة 2023، قدمنا فيه عدد من المختبرات، مختبر القصة والرواية، مختبر السينما، مختبر المسرح والفنون الأدائية، مختبر التنمية الثقافية، مختبر الإعلام وقضايا المجتمع، مختبر الخط العربي، مختبر الفنون التشكيلية، الفنون البصرية إجمالا. والسنة هذه سنقدم أيضا مختبر السرديات بالشراكة مع مختبر السرديات في العاصمة الأردنية عمان. هذه وأيضا مختبر جودة الحياة، لدينا فيها قسمين، مختبر حياة ومختبر مشكاة، ونقدم فيها عدد من الحلقات النقاش السيمينارات التي تتعلق بجودة الحياة. هذا واحد من أعمالنا وهو المختبر، وموجود في الموقع بالفيديو بالتقارير التي قدمت، التي نستهدف منها أن نعطي صانع القرار التوصيات التي يمكن أن يستفيد منها من أجل تطوير الحالة الثقافية. لدينا أيضا مسار وهو الموقف الثقافي، ونرصد فيه حالة ثقافية في كل شهر، ونطلب من المختصين أن يعطونا رأيهم فيها. ولدي الشهر هذا الذي نحن فيه عندنا حول الإعلام ودوره والمؤسسات الإعلامية ودورها، وإن شاء الله الشهر القادم سيكون حول منظومة التعليم الواقع والمأمول، وهي مناقشة للأمرين. قبلها كان عندنا حول التاريخ، موضوع التاريخ ما أهميته، أين هو التاريخ حقيقة، كيف يتم دراسة التاريخ، لماذا لا يمثل التاريخ قوة دافعة للأمام، لماذا أصبح فقط مثبط ويريد أن يشغلك بقضايا
ماضوية لم ليس لنا نحن في القرن 21 أي علاقة بها. هذه مثل هذه المواضيع نحن نناقشها بالتفصيل. عندنا أوراق ثقافية وتشرفنا حقيقة بورقة رائعة من حضرتك وهي ورقة قوية وثمينة وأنا أدعو المستمعين إلى أن يقرؤوها. هذا شرف لي دكتور. لا كانت ورقة قوية جدا حول الإعلام الثقافي ووضعت يدك فيها على الإشكال. أيضا مثل هذه المواضيع نحن نتقبل العديد من الأوراق الثقافية وعندنا أيضا دراسات ثقافية وعندنا الطاولة المستديرة. يعني عندنا حزمة من البرامج الثقافية التي نزعم أنها مهمة وتناقش الكثير من القضايا الثقافية ونرجو أن تشكل يعني أن يكون لها دور بعد ذلك في الحالة الثقافية ليس على مستوى المملكة العربية السعودية وليس كذلك على مستوى دول المجتمع الخليجي وهذا هو النطاق الأول في اهتمامنا المملكة ودول المجتمع الخليجي وإنما أيضا على مستوى العالم العربي باعتبار أننا في مركز الخليج نؤمن بأن امتدادنا هو امتداد عربي من طنجة إلى صنعاء كما يقال أو من البحر إلى البحر كما يقال. جميل جدا دكتور. يعني الحديث يطول في هذا الإطار حول مركز الخليج للأبحاث ولكن أولا دعني أقدم لكم تحية لحضرتك لأهمية البرنامج الثقافي والإعلامي الذي تديره للمركز بشكل عام وما يقدمه. تقدمون في الحقيقة نموذجا جديدا ومهما وفائق العمق في إطار المراكز الثقافية العربية. تحية لهذا المركز وتحية أيضا للدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث. ولكن السؤال هنا حول أهمية حضرتك ذكرت اقتصاد المعرفة وأريد أن أضيف أيضا عن الاستثمار في المعرفة. كما نعلم اليوم الاستثمار في المعرفة والاقتصاد المعرفة في الثقافة اقتصاد المعرفة في العالم له شأن كبير جدا وهو يضيف الكثير إلى الناتج المحلي العالمي. أين نحن اليوم في العالم العربي من الاستثمار في الثقافة وحضرتكم من خلال هذا المركز وفي المملكة العربية السعودية بشكل عام تعملون بشكل حثيث جدا بهذا الإطار. أيضا دعني أسألك في سؤال نفسه عن تفعيل هذه الحالة الثقافية العامة من خلال البرنامج الثقافي في المركز وتقريبا أيضا من العامة أهمية الابتعاد عن نخبوية الثقافة والمثقفين وجعلها هكذا بين الناس والعامة. صحيح. ابتداء أحب أن أشير إلى أنه نحن نهتم حقيقة بموضوع اقتصاد المعرفة في مسار أوراق ثقافية. نحن أنتجنا ورقتين رئيسيتين حول الموضوع. الورقة الأولى كانت بعنوان الحجم الاقتصادي لقطاع الثقافة والصناعة الإبداعية والورقة الثانية بعنوان الاستثمار في قطاع الثقافة بوصفه رافدا لاقتصاد المعرفة. هذا أمر مهم. الأمر الثاني نحن بالمناسبة ست ماجدة عندما قررنا أن ندخل نشتغل حول الثقافة والإعلام نحن وضعنا لنا شعار قلنا بأن الثقافة وعي قبل أن تكون معرفة. نعم حلو. وهذه نقطة مهمة لأنه مش مشكلة المعرفة اليوم المعرفة أنت ممكن تأخذها من جوجل يعني. تماما. لكن الوعي وهو صناعة الوعي وهو أهم شيء نحن نريد أن نؤسس له ونقول أيضا بأن الإعلام إدراك قبل أن يكون خبر يروى. حلو. واحد يطير في العجة كما نقول بالبلدي في السعودي وسمع خبر وقرر ينشره واليوم كل الناس صاروا إعلاميين يا دكتور موقع التواصل الاجتماعي وكل ذلك لكن الإعلام الحقيقي هو الذي يمحص الخبر هو الذي يدرك أبعاده هو الذي يدرك مضامينه ثم بعد ذلك يقوم بنقله. القضية ليست فقط الخبر ليست فقط رواية الخبر وإنما إدراك مضامين هذا الخبر. هذا العنوان الرئيسي الذي نحن ننطلق منه. من خلال هذا العنوان نحن نريد حقيقة أن نعزز مفهوم الثقافة النخبوية في الحالة الشعبية. يعني بمعنى طالما أن اليوم الأمور انفتحت وزي ما أنت حضرتك قلتي الآن الكل صار ما شاء الله مثقف والكل صار إعلامي وطالما عنده هالجهاز في يده فتح وقرر أن يتكلم في أي شيء لمجرد أنه قرأ عنه معلومات عامة في جوجل أو في غيره. الآن نحن نريد أن نعزز هذه الثقافة نجعل الثقافة النخبوية تلامس الثقافة المجتمعية تلامس الثقافة الشعبية بوجه أو بآخر ونحاول أن نرتفع من الثقافة الشعبية أو نأخذ بيدهم ونرفعهم قليلا لكي يدخلوا بعد ذلك في رواق الثقافة بمفهومها الأسمى.
هذا واحد من أهدافنا الرئيسية اللي احنا بنشتغل عليه. ولكن الدور هنا أيضا يكون في البداية للمثقف بحد ذاته دكتور زيد، أليس كذلك؟ يعني بدل أن يكون في يعني يعيش دائما في برجه العاجي وهيك، يعني يجب أن يكون قريبا أكثر من الناس ومن هذه الحالة الشعبوية أو الشعبية بشكل محدد. طبعا طبعا حتما يجب أن يكون المثقف بعيد عن البعيد، يعني قريب من الناس في كل الأحوال. تعرفي بيرم التونسي فين كان؟ بيرم التونسي كان بين الناس، ويعبر عن 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 مشاعر واهتمامات الناس، وهكذا هم الأدباء بشكل أو آخر. لكن نحن نتكلم الآن عن الثقافة بمفهومها الأشمل، الثقافة بمفهومها العام التي تعني الوعي والإدراك للمعرفة. اليوم المعرفة أصبحت متاحة للجميع، ولكن حالة الوعي لا يمكن أن تتأسس إلا من خلال قراءة واعية، من خلال تتلمذ كذلك على عدد من المتخصصين في الحالة المعرفية من أجل أن يدركوا مضامين هذه المعرفة. ليس كل من قرأ كتابا أصبح شيخا كما يقال. فهذه واحدة من الإشكالات الرئيسية. لكن أيضا بالرغم من ذلك نحن نعمل عليها، لكن تحتاج إلى أن تتضامن الجهود. نحن نقدم دراسات كيف نجعل من الثقافة حالة مجتمعية، لكن الذي ينفذ هذه الدراسات بعد ذلك أو الذي يترجمها هي المؤسسات الرسمية أو هي المؤسسات الكبرى في كل الأحوال. نحن نقوم بالدور، لكن على المؤسسات الكبرى كذلك أن تؤمن بأهمية مراكز الدراسات وأن تعطي القوس باريها كما يقال. فحتى نستطيع أن نعمم من الثقافة المجتمعية، حتى نقدم هذه التوصيات ويستطيعوا بعد ذلك أن يعززوها. أضرب لك مثل. اليوم ما السائد ست ماجدة في حياتنا؟ في ظل الأزمات السياسية، أنتوا في لبنان شعب مسيس، في ظل الأزمات التي نحن نعيشها والصراع اللي في المنطقة وهذه الجريمة التي تحدث على غزة وغيرها في كل الأحوال، ما الذي يحدث اليوم؟ كل شخص، كل إنسان أصبح يتحدث. أنا أسميهم اليوم بالغوغاء والدهماء. كيف نستطيع أن نضبط حالة الغوغاء وحالة الدهماء ضمن إطار المجتمع وألا يتكلم بعد ذلك أو ألا يقول قولا مفيدا إلا من كان متخصصا في هذا الباب؟ هذا أمر نقدمه نحن كحالة دراسية، لكن الذي ينفذه بعد ذلك هي مؤسسات الدولة الرسمية في هذا القطاع ومؤسسات المجتمع الرسمية في هذا القطاع. نعم. كيف تواكب؟ هذا واحد من واجباتنا. نعم. كيف تواكب المؤسسات الرسمية في المملكة السعودية هذه التحديات دكتور زيد، وخصوصا في إطار رؤية 2030 والانفتاح في المملكة العربية السعودية على العالم؟ الواقع أنه يعني شهادتي قد تكون مجروحة باعتبار أنني مواطن سعودي، لكن كل الذين يراقبون اليوم التحولات التي تشهدها المملكة العربية السعودية يشيدون بها ويرون بأن المجتمع متفاعل معها بشكل جيد وأنه متوائم معها واستطاع أن يدخل فيها بعد ذلك وأن يتقدم فيها بشكل كبير، سواء على المستوى الثقافي، سواء على المستوى الاقتصادي، سواء على المستوى الصناعي، التنمية بوجه عام. رؤية 2030 جاءت لتقدم رؤية مهمة جدا للمملكة العربية السعودية وأن تخرج المملكة من نفق كان يمكن أن تدخل فيه وكان ربما ضيقا كما عبر سمو ولي العهد في فترات سابقة. اليوم أخرجنا من هذا النفق إلى فضاء واسع فيه الكثير من الامتيازات، فيه الكثير من الإنجازات والأعمال التي تخدم المملكة العربية السعودية. بعد ذلك في مصاف أوائل الدول ليس على مستوى الشرق الأوسط، وهذا هو الذي نحن نسعى له ونحن رائدين في منطقة الشرق الأوسط، وإنما على مستوى دول العالم. وهذا تعني أن المملكة عضو في مجموعة 20 كما نعرف، وهي أكثر اقتصاديات في العالم. اليوم الأمير محمد بن سلمان يريد أن يقود المملكة، مش بس المملكة العربية السعودية، العالم الأوسط إجمالا. يريد أن يقوده لكي يكون هو النقطة المركزية في العالم الذي يجمع والغرب، النقطة المتقدمة في العالم الذي يجمع ما بين الشرق والغرب. يعيق هذا المشروع بشكل عام هذه الصراعات التي نرجو أن نهدأ وأن تنتهي وأن يعود بعد ذلك السلام إلى العالم العربي من أجل أن نحقق التنمية
التي نريدها. نعم. السؤال الأخير دكتور زيد حول هذا الموضوع تحديدا وبناء هذه الرؤية الاستراتيجية الوطنية ويعني تحديدا الوطنية السعودية بناء على منظومة القيم، وحضرتكم ناقشتوا في طاولة مستديرة في مركز الخليج للأبحاث هذا الموضوع. السؤال هو حول الصعوبات التي تواجهكم أو تواجه المنطقة بشكل عام في هذا المناخ من اضمحلال إذا جاز التعبير أو تراجع هذه القيم الإنسانية بشكل عام والعربية بشكل محدد أمام هذا الكم الهائل الذي نشهده في العالم أجمع. صحيح، أنت تشيري إلى الندوة، أحد الندوات الرئيسية في الطاولة المستديرة، وهي بناء رؤية استراتيجية. صحيح. وفقا لمنظومة الأخلاق. تماما. وهي انعكاس لموسوعة الأخلاق، وهي مكونة من 52 مجلد قام فيها فريق علمي برئاسة الأستاذ الدكتور مرزوق بن تنباك. المملكة العربية السعودية هي دولة تهتم بالشأن الثقافي وتهتم أيضا بمنظومة الأخلاق. نحن في النهاية أبناء الجزيرة العربية، البناء العروبة الذين انطلقوا بعد ذلك من منظومة القيم الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه هي القضية الرئيسية التي نشتغل عليها في المملكة وقامت عليها المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبد العزيز، مرورا بالملوك ممن سبق، وصولا إلى الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان حاليا. وبالتالي نرجو أن تعمم هذه المنظومة، منظومة القيم الأخلاقية، على الصعيد الإقليمي، لأنه إن تحققت استطعنا أن نخرج بعد ذلك من كثير من الزيف ومن كثير من الإشكالات التي نحن نعيشها في الوقت الراهن. نعم، شكرا جزيلا لحضرتك مدير البرنامج الثقافي في مركز الخليج للأبحاث الباحث والكاتب دكتور زيد الفضيل على هذا اللقاء المثمر والعميق حقيقة، كما حضرتك دائما يعني بطروحك وأفكارك النيرة. شكرا جزيلا على هذا اللقاء، ونأمل أن يكون لنا معك أيضا لقاءات أخرى مجددا عبر إذاعة الشرق. شكرا ست ماجدة، ممنونك. شكرا إذاعة الشرق الجميلة، وصباحكم خير في لبنان ونهاركم سعيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الأمان والسلام على المنطقة بأكملها. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. تحياتنا للمملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. شكرا.